اثنين عملناها قبل شوي. اول اشي لازم يكون التنويتر اللي هون 0.2. اوكي قبل شوي احنا واجهتنا الصوره لما عملنا لكم الصوره كان دائما ستيبل تمام، عشان كان هذا موجود اصلا محطوط ستيبل. فانت لازم التنويتر الاولاني اللي هو الجاي من اول التنويتر اللي هو اصلا الانبوت تبعه جاي من الاوب ام لازم يكون 0.2 ثابت. اللي في على الرسمه اللي هو التنويتر اللي هو قيمته اللي موجود هون هذا لازم يكون 0.2. التنويتر اللي بتحكم فيه انت اللي هو هذا اللي فوق هذا بتحكم في الايش في فيدباك. هسه كان في عندنا هنا قبل شوي كان في عندنا غلطه اللي هي من هون، نحن كنا ناسيين نشبك انه رقم 3 اللي هو اوتبوت بوتنشيوميتر مع الانبوت للاوبام، يعني كان محطتين بسيطاتهم. انبوت للبوتنشيوميتر لازم ترجعه للاوبام تمام، ثاني وحده من الاوت انه الاوت التنويتر اللي متحكم في الاوتبوت تبع الاوبام لازم يكون قيمته 0.2. ساعتها انا بتحكم في الريسبونس اللي عندي اياه هون. هسه لازم نلاحظ انا اذا حطيت مثلا هاي الريسبونس اللي رسمت الصوره طلع عندك، في عندك هون على الجهاز اسمه رول، رول هاي بتخلي الصوره ايش تتحرك معك وتتحرك. في عندك هود مثلا بدك تصوت الصوره هاي هيك هود. هسه نحن لازم نعرف نحسب هون رايزنج تايم فولتج ايدج، لازم نشيل الهولد نكبر الفولتج مثلا ديفيجن، هاي كبرنا الفولتج ديفيجن عشان نقدر نتحكم، بقدر اتحكم في الماكسيموم بيك ريزنج تايم متى بصير ستيدي ستيت. لازم اعرف احسبهم عن كلهم عن طريق السكوب. وضايم في ضمن ملاحظات ثانيه هي انه انا لما ازيد التنويتر بوصل ستيدي ستيت بشكل اسرع، يعني لو حطيت مثلا هون 3 فطول كيف صار الريسبونس طوالي صار ستيدي ستيت، فانه هيك بتقدرش تحسب اشي. فهيك نحن نخلي ايش لبوينت 1 ها، وكل ما قللنا هذا التنويتر بصير انه ايش في انه فتره ترانزيت او انه اوفر شوت او شيء زي، كل ما قللت انا كل ما صار عندي اكثر، كل ما زدت بوصل لستيدي ستيت اصلا. هاي ملاحظات مهمه. لو نرجع نعيد التوصيل معكم بسرعه اكبر تاع التجربه رقم 4. التجربه رقم 4 اول اشي حكينا في عندنا اوب ام، نشبك الاوب ام، باخذ الاوتبوت للاوب ام بوديه للاتنويتر، من الاوتبوت للاتنويتر بروح فيه على البري امبليفاير، البري امبليفاير باخذ التو انبوت تبعه للسيرفوميتر، السيرفوميتر حكينا بشبك دايركت مع التاكوميتر، من التاكوميتر عندي 1 و2، حكينا احنا الواحد 2 بنحكمش فيهم، يعني مثلا اذا حطينا 2 بدل 1 او 1 و2 بكون بيشتغل بسرعه سريعه جدا، فانا عشان اتخلص من السرعه السريعه اللي كثير بمشي فيها بعكس اماكنهم. بعدين حكينا انا بشبك عندي بوتنشال، عندي بوتنشال اوتبوت بشبكه مع الاوب ام اللي عندي اياه، بشبكه عن طريق بشبكه مع الاوب ام اللي بدي اياه على الاوب ام. اوكي ونركز ان البوتنشال اوتبوت مشبوك اصلا مع الدي سي ميتر دايركت عن طريق هذول الثلاثه اللي هون تمام. هاي باختصار التجربه. وباخذ والبي كنترول، شو بختار لو اجانا مثلا سؤال شو هو البي كنترول، بتحكي هو انا من التاكوميتر برجع على اتنويتر، ومن اتنويتر برجع لوين على البري امبليفاير، هذا هو البي كنترول اللي كان عندنا اياه في التجربه.